مرحبا حضراتكم مرة تانية في البيت الكبير. معانا الجنرال مكتشف المواهب. قال لي ما قلتيش برنس ليه؟ هو البرنس فعلا يا جماعة، حقيقة الكابتن علاء نبيل مشرفنا في البيت الكبير. اهلا وسهلا، اهلا بيك. اهلا بيك، اخبارك ايه؟ الحمد لله والله، يا رب دايما. كابتن علاء، اهلا كابتن، وحشني. الله يخليك، اخبارك ايه؟ الحمد لله والله، كله بخير. كله بخير دايما الحمد لله. كابتن علاء، لا حديث يعلو الان فوق الحديث عن تفوق فريق النادي الأهلي في مباراتي الذهاب والإياب على الوداد المغربي. بصرف النظر عن النتيجة والمكسب بسكور، بس النهاردة في متعة، في حماس، في روح عادت من جديد لفريق النادي الأهلي. إيه اللي فرق؟ إيه اللي فرق؟ موسيماني عمل إيه؟ طبعا حضرتك اتكلمت في نقطة مهمة جدا. النادي الأهلي جمع بين حاجتين، الأداء والنتيجة. جات الفترة اللي هي قبل موسيماني وآخر مرحلة لفايلر، نادي الأهلي نتيجة بدون أداء، نتيجة بدون أداء. ويمكن أنا محضرتك في الحلقة اللي فاتت قلت هذا الكلام. النادي الأهلي في المباراتين جمع بين الاثنين، جمع بين النتيجة والأداء. واضح جدا إن لما تيجي ترجعي بالذاكرة لورا، لما نقول أيام فايلر لما تولى المسؤولية كان أبي لاسارتي، النادي الاهلي مع اخر ايام لاسارتي كان اداؤه ونتائج مش كويسه. جه فايلر في خلال مده بسيطه اداء النادي الاهلي فرق كتير قوي، وكانت بدايه من بدايه الدوري بطوله السوبر والدوري العام. فرق كبيره جدا. تقفي عندها وترجعي تاني لموسيماني. النادي الاهلي في الفتره الاخيره قبل موسيماني كان نتيجه واداء غير ممتع لجماهير الكره المصريه او لجماهير الاهلاويه. جه موسيماني النادي الاهلي فرق اداء ونتيجه، يبقى لازم نقف عند الحته دي. انت بتقول السيناريو بيكرر نفسه؟ بيكرر نفسه بدايه من تولي مسؤوليه المدير الفني، سواء هنا دي تاني ملحوظه في خلال جهازين فنيين، جهاز فايلر وجهاز موسيماني. النادي الاهلي بيعلو بطريقة ملحوظة مع تغيير الجهاز الفني في الفترات الأولى من الأجهزة الفنية الجديدة. عليك انتفاضة الإيه؟ البدايات. تمام. موسيماني عمل حالة، عمل نتيجة، عمل أداء في مباريتين. بغض النظر، عشان في ناس تقول لك أصل آخر نص ساعة دي هنتكلم فيها بعدين، وضع طبيعي جدا اللي يحصل كده، وضع طبيعي جدا. لكن ما نقدرش نقول غير النادي الاهلي لعب. في ناس تقول لك اصل الفرقه الثانيه ومستوى، لا، ما ياما فرق مصريه قابلت فرق اضعف صح. والنتيجه كانت سلبيه يعني. فاعتقد ان النادي الاهلي تفوق على نفسه في خلال مباراتين، نتيجه واداء، وفي توقيت مهم، مش لا في توقيت وصلك الى نهايه بطوله، فتوقيت كويس بحيث ان هو الاستمراريه هتبقى مقنعه. يعني الاستمراريه هتبقى مش صعبه، لانك لسه في البدايات. برافو عليك. بس كده. فيمكن لاحظتها لما انا براجع كده، لا، البدايه كانت مع فايلر كانت هايله، وبعدين حصل دروب، وبعدين البدايه مع موسيماني كويسه. فانا بقول التوقيت سبحان الله مساعد. انا اتفق معاك في يعني في جزئيه، والجزئيه الثانيه خلينا نتكلم على شخصيتين لاثنين مدربين مختلفين. خلينا نتكلم، احنا شفنا فايلر شخصيه مختلفه شويه، ما بنقولش اني احسن واني اوحش، بس انا شايف ان فايلر كان شخصيه مختلفه شويه عن موسيماني. فايلر راجل اوروبي، مدرسه مختلفه، مدرسه مختلفه. وخلي بالك كمان، يسمع النادي الاهلي نادي كبير قوي ونادي اكبر انديه الافريقيه، لكن معاش ده، ما شافش ده. عندنا موسيماني عاش ده وشاف ده، ومدرب كان يتمنى من 2018 انه يكون المدير الفني للنادي الاهلي. فانا في اعتقادي الجزئيه دي هتدي طموحات اكبر وشغل اكتر لموسيماني انه يشتغل مع النادي الاهلي، وانا اعتقد ان في كيمياء واضحه ما بينه وبين اللعيبه. وكنت بتكلم حتى والله يا كابتن علاء، حتى كنت بتكلم من منطلق الرؤيه نفسها. لو احنا شايفين ان موسيماني مدرب كويس ويشتغل على بروجكت، ويشتغل 3 4 سنين مع النادي الاهلي، احنا عارفين عقده سنتين ليه، لا، واحنا شايفينه ده هو دوت، ولا قدر الله
ما خدناش حتى البطوله الافريقيه، لا ده الراجل مكمل معانا عشان هو ده الانسب، هو ده الفكر اللي بتكلم عليه، يعني هو ده الفكر اللي ممكن نتكلم عليه. اتفق معاك، لان لو برضو نرجع لورا، ايه الهجوم اللي حصل على فايلر لما جيت اول ما فاكر الحمله الالمانيه الشرسه ان هو ما يعرفش حاجه في افريقيا ومين جايبين ده والسي في بتاعه ما ركبش وما راحش افريقيا ولا يعرف افريقيا دي فين ولا 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 صحيح. وبعدين اشتغل الراجل النهارده المدرسه، انت جبت واحد من قلب افريقيا، من قلب افريقيا نفسه اشتغل وعارف النادي الاهلي بيلعب الوداد، عارف الوداد النادي الاهلي بيلعب الرجاء، عارف الرجاء بيلعب اي فرق، ان هو راجل عايش في افريقيا مع فرقته وعارف الدنيا ماشيه ازاي. فاعتقد انا نرجع نقول ده على فكره اختيار موفق، اختيار موفق جدا. انا معاك والنتائج ساعدته، يعني عجلت بيه اقتناع الناس بيه. ده حقيقي. شايف شكل المباراه النهائيه ازاي يا كابتن علاء؟ المباراه النهائيه اتمنى انها تكون في القاهره، طبعا هي خلاص في القاهره. ما بين فريقين مصريين ان شاء الله نادي الزمالك يوفق في مباراته مع الرجاء. مباراه هتبقى من عيار التقيل. تقيل مش صغار يعني. لا تقيل قوي. يعني لو قلنا لو مع الرجاء او مع الزمالك هي مباراه مع أي من الفريقين يعني. لكن لو مع الزمالك هتبقى اكتر شويه طبعا، جماهيريه مش اكتر صعوبه لكن اكتر اثاره وتشويق طبعا. يعني كفايه ماتشات الاهلي والزمالك في الدوري، ماتشات الاهلي في الكاس، ماتشات في الدوره المدنيه مثلا تمام. لا انت بتلعبها على نهائي بطوله افريقيا اهلي وزمالك. فالمباراه هتبقى من العيار التقيل، يعني اعتقد ان هي هتبقى مباراه مش مصر بس هتتفرج عليها، العالم كله هيتفرج عليها. اكيد. والله احنا يعني بنتمنى طبعا النهائي يكون مصر، والكلام ده قلناه يعني حتى قبل الزمالك وفوزه، اعتقد كان فوز برضه مهم امام الرجاء قدام فريق كبير في الرجاء 1-0، واكيد ده هيساعده حتى في مباراه العوده. لكن خلينا نتكلم على السيناريو المباراه، هو من بدري شويه لكن قدامنا مباراه طلائع الجيش ومباراه في الدوري. كنا بنتناقش مع الكابتن محمود صالح في لو انت برضه مدير فني كبير وعارف يا كابتن علاء، تفكر في المباراه دي ازاي؟ تاخد طلائع الجيش ك اعداد او بروفا حقيقيه تجرب فيها جزء معين، ولا ممكن طلائع الجيش ده تكون مباراه مش هنقول تحصيل حاصل، ما فيش تحصيل حاصل في الكوره يعني، دي لغه انتهت، لكن حساباتها مختلفه فتبدا تحط تفكير مختلف يعني. انت ممكن هيشتغل ازاي يعني؟ وجهه نظري ان مباراه طلائع الجيش تجرب فيها الناس اللي هي ما خدتش الجرعه بتاعه مباراتين افريقيا، وجهه نظري خلاص ان الموضوع اتحسم والنادي الاهلي بطل الدوري، ما تمنع بقى للاصابات، منع اللي انت برضو بتجهز الصف اللي هو موجود الثاني. انا كنت عايز اتكلم في جزئيه مهمه، ان وضع طبيعي لان بدا في بعض الاقاويل ان علي لطفي جه في جون ولا والنادي الاهلي بيبحث عن حارس ثالث، قصه كده بس بص يا كابتن، انت مدرب وعارف وضع طبيعي جدا. انت النهارده فرقه الوداد مغلوب على ملعبها 2 ومغلوب الشوط الاولاني في القاهره 3، انت كمدير فني هتقول ايه لفرقتك ما بين الشوطين؟ دي من اصعب المواقف اللي تعدى على اي مدير فني. طبعا هتقول لفرقتك ايه؟ انا مش هكسب بس انتوا يعني دي محاضره نفسيه بحته حقيقي. اللي احنا النهارده تخرج باقل الخسائر، تطلع بشرف. دليل على ذلك الفرحه الكبيره لما جابوا الجون في الدقيقه 80. ايوه معنى كده ايه؟ ان في حاجه لعبوا عليها اتقالت لهم ونجحوا فيها، اللي هم ايه؟ جابوا جون مثلا، قللوا الفارق. فده وضع طبيعي. وجيري خد الكوره عايز يقلل الفارق، يعني هو برضو يعني هو مش هيكسب كده وكده وخرج. كده خلاص الموضوع خلص. الموضوع خلص بالنسبه له. بس انا قاعد افكر انت ليه بتقول كده؟ ما وضع طبيعي ان فرقه الوداد في الشوط الثاني هتبقى على الاقل تعوض. وضع طبيعي. وضع طبيعي ان يجي جون حفظ ماء الوجه زي ما بيقولوا. ايه ده؟ يعني حتى جون لحفظ ماء الوجه زي ما بيقولوا. انا عايز اقول لك ايه، يعني الفرحه الكبيره، انا حتى كان ابني قاعد معايا بيقول لي هو فرحين كده، قلت له يا ابني ما اصل دي مهنه. هو راجع لهم احنا في كارثه، احنا
ما حصلناش كده قبل كده اللي احنا نتغلب على ملعبنا وشوط الاولاني ثلاثة وممكن يتضاعف الرقم، هتبقى كارثه في تاريخ الوداد المغربي. فالنهارده الوضع طبيعي ان انت هتخش ما بين الشوطين هتشد اللعيبه دي، ولا بقى انت تطلع واليمين وتقفل الشمال، لا دي محاضره نفسيه، انتوا عايزين ايه؟ النادي في حاجه مش كويسه. فطبعا وضع طبيعي اللعيبه هتنزل الشوط الثاني حاجه ثانيه خالص، وجابوا جول. مش معنى كده ان علي لطفي ايوه بس علي لطفي ملوش اي علاقه، يعني كره تسديده هو خطا مخطأ في التلت الدفاعي بتاعنا، الراجل شاطه بشكل مميز جدا، جاء جول. يعني ايه العلاقه بينه وبين علي لطفي؟ عادي بمسك الكوره في اخر 10 دقائق اخر وضع طبيعي. ايه المشكله؟ ما احنا نشوف يعني في ناس ايه بتحكم ايه؟ اصل مش معقوله 90 دقيقه هنا و90 دقيقه هنا هتسيد مفيش كوره اللقاء كله. صحيح ما ينفعش مش في كره القدم يعني. صحيح. يعني حضرتك كابتن علاء شايف انه يدي موسيماني فرصه للبدلاء؟ طبعا وطبعا وريح عناصرك الاساسيه بالدليل اللي هو طلع الشناوي وطلع بنتكلم على طلائع الجيش حسين الشحات تمام، ولاعب خمسه اللي هم ملعبوش كهربا وليد سليمانو وجيرالدو واحمد الشيخ وعلي لطفي. يعني ده في التغييرات كلها في المباراتين انت بتتكلم يعني هو عايز يدي دول. ففرصه انت عندك 90 دقيقه ادي الناس دي عشان لو احتجت حد، انت مش عارف في لحظه في تمرين يحصل لها في لحظه. كابتن وليد برضو صلاح قال نقطه مهمه، انك برضو لازم تدي شويه محمود وحيد، ممكن تبدا بمحمود وحيد لان انت عندك علي معلول وطبعا احمد فتحي مش هيكون متواجد معاك في المباراه النهائيه، فالبيك اب الطبيعي بتاع علي معلول هو محمود وحيد. باي طبعا في يعني لازم اعتقد ان هم يعني عندهم أكيد الخبره اكيد طبعا احنا الخبره يعني طبعا في اللي هم هيعملوا ايه يعني. ف ردا على السؤال، لا انا يعني افضل ان هو يبتدي بالمجموعه بحيث هو ياخد لغه المباريات ويدخل في فورمه المباراه. طبعا شبهه التسلل تعرض ليها تاني مروان في المباراه الاخيره مع الوداد، بس الملاحظ كان الفرق في الاداء لدى مروان. يعني مروان لعب بالرغم من الشبهة دي بس لعب وكمل وأداؤه كان فارق، وملاحظ في الفترة الأخيرة أداؤه الفارق عن وجود فايلر. شفت مروان بشكل شخصي إزاي؟ مروان واضح جدا أن الراجل عايز يديله الثقة في نفسه، يرجع له ثقته في نفسه، بيلعب بأساسي لعبه الماتشين ويعني دي برضو لازم مروان يحط في اعتباره أن الراجل بيديله فرصة ومقتنع بيه، دي تساعده لان هو مروان تعرض الى حمله، مش حمله يعني، الى انتقادات شديده جدا، والناس معذوره، ما الناس عايزه اللي يلعب ويجيب جون و انت كنت في مرحله دروب، النهارده الراجل اداك فرصه كويسه وانت بدات الناس اللي كانت بتهاجمك بدات الناس لانه بيستغلها بشكل كويس. أيوة. يعني احنا شايفين انه بيستغل الفرصه دي بشكل، وانت حضرتك عارف انت يعني كنت يعني مهاجم كبير وعارف. انا في وجهه نظر يا كابتن هاني بصراحه يعني يمكن انا كنت في استاد التحليه بقول انا باجي مش راس حربة النادي الاهلي. يعني وجهه نظر الفنيه طبعا في ناس تختلف معايا وفي ناس تتفق معايا، مش هو اللي هو يعني الراس حربة. يمكن موسيماني برضو مقتنع بهذا الكلام، يمكن انا برضو قريت في اكتر من حوار ان هو بدليل ما نزلوش حتى في ما نزلوش وبيدوروا على راس حربه وبتاع. لا راس حربه النادي الاهلي لا مش بادجي مش ممكن يكون كابتن علاء، وانت عارف ان بادجي ممكن في ستايل لعب معين موسيماني حبه، في كل عنصر من عناصر او من كل مركز في ستايل معين بيلعب بيه، فبالتالي يعني مثلا لو في عندك سرد باك ما بيعرفش يطلع كرة من تحت وانت عايز تبني فمش هتعرف تجيب سرد باك، بالرغم ان هو سرد باك كويس لكن ممكن هو مش مع الفكر بتاعي بالظبط. يعني ممكن هو يشوف لا انا عايز العب بطريقه معينه، ده في نشاز شويه في الجزئيه ديت، وبالتالي حتى ما شفناهوش على سبيل التغيير، حتى بيدخل اجاير راس حربه شويه احمد الشيخ شويه كهربا شويه. فتفتكر ان ممكن يكون في تغيير في اللعيبه او في لعيب او راس حربه جديد داخل النادي الاهلي مع بدايه الموسم القادم؟ طبعا النادي الاهلي بيبقى يعني حريص في صفقاته وما بيعلنش، لكن انا ما اعتقد ان هو متهيألي بيدور على راس حربه، بيدور على حد بيك اب لمروان، لان مروان هيبقى ممكن لوحده وباجي مش اللي هيمشي مع مدرسه موسيماني. طب خلينا نتكلم على من تألقوا في مباراة العودة بالذات، محمد هاني، فتحي، سلية، أيمن أشرف طبعا، ياسر إبراهيم، أفشة، الكينج إيليو ديانج طبعا. أنا بص والشحات يا كابتن علاء
والشحات. كلمني عن كل واحد. على جنب. لا طب هنبدأ بيه. نبدأ بالشحات. نبدأ بالشحات. طبعا الناس بتبص على الحتة الأخيرة. الجون العالمي اللي دخل. يعني ايه ممكن فرقة هاني تلعب 85 دقيقة وحشة قوي. ويجي آخر خمس دقايق. لقطة. جون واوبا الفرقه لكن طب ده راجع 85 دقيقه. لو جينا الماتش الاولاني لا حسين الشحات ما كانش موجود. ما كانش دون المستوى. المباراه الثانيه الهدف اللي جابه عوض المباراه الاولى. بالرغم ان هو برده في المباراه الثانيه بعد الجون برده كام هجمه يعني كان متواجد. بس ده جون عالمي. ده مودريتش اتفرج عليه وجاب جون زي شفت الحته دي على السوشيال ميديا. انا فاكر لا بس عامل يعني انا اقول لك مودريتش اتفرج على جون الشحات وعمل تاني يوم عمل جون زي الشحات بيجيد الاجوان من المنطقه دي. طب انا هرجعك بقى الجون لحسين الشحات من نفس المكان كده جون في منطقه الروعه. هدف حسين الشحات في المقاولين العرب لما كان في نفس المكان في الركن اليمين وراح حاططها بين رجلين فاروق وحطها في البعيده في مرمى المقاولين. هو فاكر الجون ده؟ لا انا مش فاكره بس انا فاكر كان عنده هدف قريب من ده بس كان بيلعب ساعتها في العين. بس الناس بتقارن الماتشين اللي فاتوا اللي ضيع فيهم يعني ماتش بيراميدز مثلا كان في موقف اعتقد كان اسهل كمان من دوت فضاعت. المباراه بتاعه الوداد مباراه الذهاب كان في فرصه كبيره جدا كان ممكن يجيبها هدف. فالناس بدات تقارن ما بين الجونين دول والجون العالمي انا يعني ده جون تاريخي فيه هدوء غير طبيعي وبعدين تحس انه عنده يعني ثقه في نفسه كبيره جدا انه يعمل كده. يعني انت لو جيت قسمت الملعب نصين كده اهو اهداف حسين الشحات من الجنب الشمال ناحيه الشمال الجنب الشمال دين ايوه واخد بالك ايوه فاصل انا ببص بنظره ثانيه غير الاجوان اللي في الجنب دي كلها جميله مع ان برضو البعض طلع وقال لك لا كان لازم يمررها القفشه تقريبا كابتن وليد صلاح الدين كان لازم يمررها القفشه بس اللي اداله الثقه زي ما انت قلت يمكن مروان لانه لما دخل الجون في اول ست دقائق من المباراه ادى الفرصه ديت للشحات ان هو يعني يلعب براحته يعني وليه ما تفكريش اللي هو عايز يعوض الجون الانفراد اللي كان موجود في المباراه الاولى وضيعه ممكن قد يكون يعني طبعا عشان كده اقول لك ايه الناس نسيت بالهدف الجميل ده نسيت كل حاجه صحيح. هو ده اللي بتتكلم عليه اللقطه الاخيره هي اللي بتفرق طب نخش بقى على ديانج لان انا بايدك جدا في الموضوع ده قلت هاني قلت فتحي وقلت السوليه كل لون على حده اتفضل يا كابتن علاء هاني محمد هاني محمد هاني بسم الله ما شاء الله بينضج خلاص بدا يتقل في الملعب واعتقد ان هو يعني بيحجز مكانه بيحجز مكانه بقوه حلوه الكلمه لعيب هجوميا كويس دفاعيا كويس واعتقد ان هو مكسب للنادي الاهلي في خلال الفتره الاخيره دي لانه كان بيلعب ما يلعبش يغيب فتره يقعد احتياطي لكن اعتقد بالمستوى ده هيكمل في حته الفكره كان ناقص بس على محمد هاني ان حد يديله الثقه ويقول له ان انت رقم واحد في البوزيشن ده لان كنت حاسس في وقت من الاوقات ان عمليه الهزه وخاصه على المستوى الدفاعي ان هو ما عندوش ثقه في نفسه ان انا نمره واحد دايما شايف ان هو لا الناس بتتكلم على احمد فتحي فلما شاف ان الموضوع لا مختلف مع موسيماني وان هو بيديله كمان الاولويه في وجود احمد فتحي ان هو يكون نمره واحد فده ده الثقه وهاني بدا تجربه ده دور المدرب خلي بالك فيها يا كابتن هاني في لعيبه تبقى مظلومه باللعيبه اللي موجوده معاه في نفس المكان الحقيقه يعني لما تلاقي مثلا احمد فتحي متواجد معاه ما لازم برضه هو يبقى تنشن. احمد تنشن ولكن لما يلاقي المدرب واحد بيديله الثقه على اعتقد اللي هو بيفرق ودي شخصيه اللاعب فاعتقد ان هو مكسب كبير في الفتره اللي جايه للنادي الاهلي في هذا المكان يعني سوليا مش هقول عليه الماتشين دول لا سوليا بقاله فتره صحيح يعني في الدوري ده بالذات سوليا من الموسم اللي فات خلينا سوليا من اللعيبه اللي مستواها ثابت بنسبه 90% من الموسم الماضي ولا غنى عنه هو في وسط النادي الاهلي ده حقيقي هو كان حظ وحش في الاصابات شويه ان كان بتعطله لكن هو بيرجع بسرعه وما شاء الله يعني لا غنى عنه في حط تحت امتى لا غنى عنه في وسط
ملعب النادي الاهلي ده عمر إيريدانج بقى ده انا لما بحب حد قوي بقول ايه الرقي ده هو لعيب راقي دفاعيا وهجوميا بيقطع الكوره ما بيستعجلش بيشايف الملعب كويس بيوصل لك للجون بيطلع عنده قدره يجيب جون بيرجع عنده قوه جسمانيه باور عالي جدا في الملعب اعتقد ان يا بخت النادي الاهلي بيه بصراحه يمكن انا احكي لك قصه صغيره كنت في احد الاستوديوهات التحليليه وكان ليا زميل وكان طبعا الاستوديو بيبقى كل واحد بيقول رايه يعني اكيد فما كانش معجب ب إيريدانج فما يعني ضربته عملت ايه؟ اديته بنيه ولا ايه؟ انا ما عجبنيش الوضع يعني عملت ايه؟ فكل واحد يقول رايه سالت بقى سؤال تاني قلت له لا بعد اذنك بس لازم ارد انا قاعد اتكلم على الموضوع ده عشان انا مش قادر يعني قلت بما فيه كفايه في هذا اللاعب والحمد لله الايام بتثبت ان انا رؤيتي في هذا اللاعب صح فعلا لعيب هايل هايل الله اكبر يعني عشان الناس تتجش انا بحسد وسط ملعب النادي الاهلي مميز عن اي وسط في اي نادي في مصر ده حقيقي انا كنت لسه بتكلم في النقطه دي وباي كلامك لان انت عندك كمان عندك حمدي فتحي حمدي فتحي انت بتتكلم على ثلاثه ما شاء الله يعني مش عايزين يعني نتكلم كتير عنهم عشان بس في ناس تقول لك قفشه بس قفشه يعني لا بس قفشه شيله شويه لقدام يعني قفشه في الدور الدفاعي لكن الثلاثه دول هايلين وانا يعني كمان من الارقام الكبيره جدا اللي انا يعني عدد الكيلومتر اللي قطعها ديانج في خلال المباراه اللي فاتت عدت ل 12.5 يعني بتتكلم في 12 او 13 كيلو وخلينا وانت مدرب عارف يا كابتن ان مفيش منهم سبرنت واحد مش في غير مكانه السبرنت اللي عمله في الجون بتاع حسين الشحات ده اعتقد ده هدف كمان يدرس من خلال ديانج انه بيطلع من ال 18 عشان يلحق الكوره اللي على الخط عشان يعمل الباص ده بوش رجله خارجي بدون اي فلسفه وبدون وفي اي مساحه يعني لو ورؤيه هايله جدا وصلك للجون فانا اعتقد ان هو يعني انا مبسوط قوي ان انا رديت يعني لان فعلا كنت اللعيب ده مين اللي كان قال كده لا لا هو بقى كان رده ايه لما حضرتك يعني قلت بما فيه الكفايه عن إيليو ديانج يعني هو قاعد بره يعني بس ما تفرقش معايا يعني خلاص انا قلت رايي وخلاص ايوه وجهه نظر خلي بالك كابتن يعني في ده في مدربين كبار سهام ساعات بيشوفوا لعيبه بتبقى مميزه جدا ويقول لك ده ما ينفعش يلعب كوره وفي اصل دي برضو عين ودي خبره طبعا فانت حتى ممكن كابتن علاء ما شافش ديانج بالمستوى الكبير ده هو شافه من عنده رؤيه وعنده في حاجة شايف انا كمدرب في حاجات تبين لي ان انا ده لعيب او لا في حاجات معينه تبين لي ده لعيب ولا لا ادام عنده حاجه كويسه تعرف على طول هو لعيب كويس اخيرا انا رد كلام كابتن هاني ان مثلا في مدرب في لعيب وحش في الملعب لكن المدرب ده عنده قناعه كامله ان اللعيب ده ممكن يجيب له جون في لحظه في بيخليه في الملعب الناس كلها تبقى قاعده هتتجنن زي ما يطلعش وتلاقي فعلا اللعيب ده تيك جون خلص يعني هي بتبقى عين ومدارس وافكار مختلفه تمام عنده بعد نظر نتكلم على مين بقى تاني عايزك تتكلم عن احمد فتحي بس يعني توجه له كلمه احمد فتحي النهارده بينهي مشواره مع النادي الاهلي عمل تاريخ كبير في النادي الاهلي كابتن علاء نبيل بقى الخبير تقول ايه لاحمد فتحي النهارده كعلاء نبيل ولا كنادي اهلي علاء نبيل اقول له بشكرك على المجهود اللي عملته في النادي الاهلي اديت للنادي الاهلي كتير والنادي الاهلي ده كتير اديت لمنتخب مصر كتير واعتقد ان انت عشت احلى ايام حياتك في وجودك في النادي الاهلي البطولات اللي خدتها مع منتخب مصر اعتقد ان انت تقول ألف حمد شكر ليك يا رب اللي أنا لعبت وأديت والجمهور مش نسيلك ده والكلمة الأخيرة اللي أنت خارج بشياكة يعني أنت نهيت مشوارك برقي الناس بتزعلانة منك الناس هتسقف لك الناس هتقولك متشكرين يا أحمد على اللي عملته يعني طبعا بنقول له كل التوفيق يعني احنا يعني كنادي أهلي نادي كبير واللي بيخدم النادي الأهلي وأدى لآخر دقيقة
ده الناس شايفاه بشكل كويس. واولا يعني هنرجع تاني، دي اختيارات وكل واحد ليه اختياراته، وهو بيختار الباب اللي يخرج منه ويختار التوقيت اللي هو يمشي منه. لكن زي ما بنقول يا عمر، النادي الاهلي ما هيقف على لعيب، ودايما النادي الاهلي هو اللي بيكبر الناس بشكل كبير جدا. اللي عجبني في الموضوع اللي هو النهايه مش دراميه، بهدوء مش ياك يعني، مش وربنا يوفقه يا رب ان شاء الله. هنقف عند ربنا يوفقه ونطلع لفاصل، وبعد الفاصل لسه مستمرين مع حضراتكم في البيت الكبير. الكابتن الكبير كابتن علاء، شفنا مسابقه الدوري خلاص، والنادي الاهلي عنده مباراه يوم 31 مع طلائع الجيش فريق بيراميدز. تفتكر الصراع على المركز الثاني عندنا بيراميدز لسه، ما يعني طبعا خروج النهارده من المباراه النهائيه في نهائي الكونفدراليه، خسارته للمباراه النهائيه ممكن تاثر على مش هقول مشواره، المباراه المتبقيه ليه من عمر الدوري وصراع على المركز الثاني مع الزمالك؟ لا، والزمالك اعتقد هيلاعب الاسماعيلي، الزمالك والاسماعيلي وبيراميدز والمقاولين بالظبط. انا اعتقد النهارده يعني بعد اولا هو حجز مكان في سواء كونفدراليه او في لسه عنده البطوله بتاعه، لان هو ثالث حتى لو خسر هيبقى ثالث الدوري، هيخش الكونفدراليه، لكن هو عايز يلعب في بطوله الابطال. اعتقد اللي هو هيبقى حافز ليه النهارده الهزيمه بتاعت النهارده. وبعدين النهارده بامانه يعني هم عملوا ماتش كويس النهارده، الحكم يعني ربنا يسامحه يعني فرق معاهم كتير جدا، لكن اعتقد ان هو النهارده حافز ليهم في مباراه المقاولين هم يعملوا نتيجه ايجابيه عشان خاطر ينافس الزمالك اللي هو هيلاعب الاسماعيلي. الزمالك عنده اولويه يعني الزمالك يتعادل يكسب هيبقى تمام. بس برضو محدش هو ماتش الزمالك والاسماعيلي تحدد يوم كام؟ اعتقد الزمالك والاسماعيلي 26. اعتقد 26 بكره يمكن او بعده. لا كمان 3 ايام. كمان 3 ايام. ليه النهارده 25؟ هو كان الطبيعي بيني وبينك انه يتحدد في نفس الميعاد وفي نفس التوقيت، يعني خلينا نتكلم عشان حته التأجيل اللي حصلت. التأجيل اللي حصلت هي بس اللي عطلت الدنيا شويه بالظبط. طيب بمناسبه التقرير وبمناسبه المواجهه الاخيره للاهلي مع طلائع الجيش، وحضرتك كان وجهه نظرك الزمالك والاسماعيلي بكره بكره ان شاء الله. خلي بالك النتيجه بكره مؤثره على يعني الزمالك بكره لو تعادل او كسب خلاص المباراه بالنسبه لبيراميدز ليس لها قيمه. ويوم السبت بيراميدز والمقاولين والزمالك هيحسم الموضوع بكره يعني الغالب. فكنا بنتكلم عن الاهلي وطلائع الجيش، وحضرتك كان ليك راي ان يدي فرصه للبدلاء وفرصه انه ما يكشفش كمان عن اوراقه او اسلحته. لكن واحنا بنعرض التقرير بقى لازم نعمل كده تقييم شامل للدوري المصري الموسم ده، كابتن علاء نبيل قيمه ازاي؟ طبعا هو موسم زي ما كان بيقال اللي هو استثنائي، موسم غريب الشكل يعني. اولا موسم من قبل ما الموضوع كورونا والتوقف اللي حصل كان النادي الاهلي حسم الدوري بنسبه كبيره من بدري. لما الدوري استكمل تاني، وكان فيه النقطه دي مهمه جدا لازم تتقال، وصول النادي الاهلي وان شاء الله الزمالك يكون لي يفوز المباراه الجايه ويتاهل ان شاء الله او يتعادل، وصول الاثنين ان شاء الله للنهائي ده يرجع الى استكمال المسابقه. حقيقي استكمال المسابقه حصل عليها كلام كتير وعلامات استفهام كتيره واعتراضات و و و و استكمال الدوري واصرار الدوله والمسؤولين على استكمال الدوري كان ليه بصمه كبيره في وصول الاثنين ان شاء الله للنهائي. الثلاثه كمان ومنهم بيراميدز طبعا. تمام. شفنا فرق مع العوده عدت يعني سموحه، المخاصه، الفرق اللي كانت ام بي برافو عليك. تمام. رجعت بقوه. الفرق يعني في فرق الدور الثاني ما حصلتش نقاط كتير. الانديه الثلاث انديه اللي هبطوا للدرجه الثانيه؟ لا لا دول على جنب، لا بنتكلم على في انديه كانت يعني مثلا المقاولين يعني كان الثاني. الدور الثاني النتائج يعني اتهزت شويه، اتهزت كتير. الاتحاد السكندري اتهز كتير جدا، كان المركز الرابع. ده علامه استفهام من احسن بالزبط. الفرق اللي عملت كره السنه دي، احسن موسم الاتحاد السكندري عمل اللي هو الموسم ده. ففي فرق تاثرت
بس ده بقى لازم نقف هنا يعني. دي الشطارة بقى اللي انا احصد الاول في بداية الموسم الدور الاولاني احصد عشان حاجتين، لا قدر الله حصل لي دروب ما تأثرش بيه دوامة الهبوط والضغط العصبي على اللعيبة، بنافس تمام يبقى انا عندي بنيت ده مهم تمام؟ جدا فده درس، لان في فرق بتستنى لغايه الاخر واللعيبه والاداره وعلى والجماهير تحت ضغط و و الشطاره بقى، ودي ده مثال قوي جدا ان انا لازم الفرق تحصد في الاول، يبقى في منافسه ان انا الم مع اكبر عدد ممكن تمام عشان خاطر ما تاثرش باي حاجه بدومه الهبوط. طب اخد من كلامك دوت دي يعتبر رساله واضحه للثلاثي الصاعد، بتتكلم على البنك الاهلي، بتتكلم على غزل المحله، بتتكلم على سيراميكا كليوباترا، وكلهم موجودين طبعا مع هبوط طبعا طنطا وإفسي مصر وحرس الحدود. شايف صعود الثلاثه دول ازاي، وهل وجود كمان وعوده غزل المحله النادي الشعبي الكبير للدوري ممكن يطري نوع من انواع يعني الثراء الفني او على المستوى الاثاره؟ احنا عارفين اهلي وزمالك من لعبوا في غزل المحله بيبقى ليها شكل طبعا مع يعني في وجود. اعتقد ان الماتشات هتلعب في غزل المحله؟ ما اعتقدش. ليه؟ بالعكس عندهم ملعب، عندهم ملعب كويس قوي كابتن، عندهم ملعب كويس قوي بس هل هيبقى مهيئ لماتشات الدوري الممتاز؟ والله انا سامع حتى يعني حتى بدأوا دلوقتي بعض الانشاءات في غزل في استاد غزل المحله ماشي. هل هتلاقي اودد الفار مع الجماهير كده كده مش موجود؟ فاكر بتاع المدرج والغزل برج الغزل برج القرى دول، ده بعلامات استاد طبعا المحله. طب استاد هايل، هتلاقي الاستاد مليان. هل هنشوف الموضوع ده تاني؟ لا هو وجود غزل المحله كمان في الدوري، واحنا دايما بنقول موضوع الملعب ما بقاش يفرق دلوقتي. لا نادي شعب يعني انديه يعني زي الاتحاد شويه، زي الاسماعيلي، زي المصري، ليها جماهيريه ليها جماهيريه بشكل كبير. كل يعني الانديه الجماهيريه دي عانت السنه دي طبيعي للأسف. طبيعي للاسف. لكن هو طبعا ايه، اؤيدك تماما، الفرقه دي لازم في الاول لازم تحصد نقاط. يعني الفكره حضرتك بتتكلم عليها انك لازم في اول الدور الاولاني على قد ما تقدر اصلك انت طالع، معلش مع احترامي، انت مش هتطلع تنافس، انت تطلع موسمين ثلاثه يعني. هو دايما السنه الاولى يا رب اقعد في الدوري. ايوه يعني بس يعني انت بتلعب على دي، لو جيت اشتغلت على كام بونت يعودوك في الدوري الممتاز، المينيمم بتاعك 34 بونت تمام، يبقى انت تشتغل على ايه، على الاقل الدور الاولاني تجيب لك 20 22، الدور الثاني ما تضمنوش. انت عارف بقى اسوان بقى يعني غير في الحته دي شويه، اسوان كان شويه لم شويه، يمكن مش عدد كبير من النقاط، لكن مع احمد يعني لا عمل نتائج كويسه. بتبقى حالات كده لكل قاعده شوازي. هو طبعا هنشوف اللعيبه، لكن بص خلينا نبقى صراحه، هتدور في نفس الكواليتي اللي موجود في اللعيبه، مش هتجيب حد كان مستخبي هنا ولا هنا. مفيش حاجه مستخبيه. هو الخام اللي عندك هي تمام، جبت 2 3 لكن هتشوف نفس اللعيبه. هو بقى ايه، فرق التدريب، فرق التكتيك، فرق روح اللعيبه، اللعيبه عايزه ايه، الاداره عايزه ايه، وقوف الاداره مع الاجهزه، هي دي الحاجات اللي في التوقيت الحالي هي الحاجات دي اللي بتنجح. وهي المهمه. هي الحاجات دي بتنجح. شفت تدريب محمد يوسف، كابتن محمد يوسف طبعا بخبراته الكبيره دي لفريق البنك الاهلي، شفته ازاي؟ هو طبعا خطوه حلوه للكابتن محمد. طبعا كابتن محمد بسم الله ما شاء الله كان ليه تجربه قويه جدا مع النادي الاهلي وخد بطوله افريقيا طبعا. وسافر للعراق هناك وعمل نتائج كويسه. اعتقد ان نادي البنك الاهلي لما يعتمد على واحد عنده درايه بدوري ممتاز ولاعب دولي ولاعب للنادي الاهلي، اعتقد ان هي هتبقى اضافه ليه ويوفروا له الامكانيات عشان خاطر ينجح. يعني مفيش حد هينجح من غير امكانيات. هو تحدي كمان محمد، ومحمد يعني هو دايما بيحب يخش يعني في تحدي كبير، ومعاه مدرب عام اعتقد على المستوى الفني هايل، عادل مصطفى من المدربين الكويسين وعندهم فكر، لكن اكيد هتبقى تحدي كبير، لان طبعا البنك الاهلي اكيد محتاج يدعم بشكل كبير جدا في صفوفه. انا حتى كنت لسه يعني بتناقش مع كابتن محمد يوسف، هو سعيد جدا بالتجربه وسعيد كمان باللي هو اشرف طبعا ده رئيس النادي، وبيقول انه هيقدموا ان شاء الله دعم كبير جدا للنادي،
وده هيدخلني في حته تانية، يعني ما اعرفش الوقت هيكفيني ولا لا، حته الانفستمنت، حته ان انت تتمنى ان اكتر انديه شعبيه ولا انفستمنت الناس تخش تدفع فلوس تشتري تستثمر في في الكره المصريه. احنا عندنا حضرتك تجربه زد، تجربه اعتقد هتبقى مميزه جدا، وانتوا ان شاء الله قريب تبقوا في الدوري الممتاز. شايف خريطه الكره المصريه والدوري المصري بتتغير مع وجود الانفستر، مع وجود المستثمرين؟ طبعا الدعم والامكانيات بتفرق معايا فرقه، بتفرق معايا فرقه، يعني اصل الجمهور مش كل حاجه، يعني جزء مهم طبعا، جزء مهم جدا، يعني لما تبقى الاثنين مع بعض يا سلام، لكن لما تيجي تفصل لا، دعم اللعيبه، وشفنا السنه دي ان في فرق مش شعبيه وعامله فرق كويسه، يعني بيراميدز ما هو ايوه كابتن، بس عشان تبني بطولات فانت القاعده الجماهيريه وخاصه في مصر انت يكون عندك قاعده جماهيريه طبعا كبيره جدا، واكيد القاعده الجماهيريه ثقافة بقى انت عارف، انا ما بتكلمش على لا 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 انا بتكلم اهلي وزمالك، لا لا دول بعاد، انا بتكلم على لا طبعا الفلوس مهمه ما جدا والبيزنس مهم والزمالك. لكن حاجه ثانيه خالص، انت بتتكلم على لونج بلان، انه ممكن جدا فريق يعني يبقى بقاله سنه او سنتين يبقى عنده لونج بلان ان خلال مثلا خمس ست سنين يحقق بطوله او بطولتين، فده وارد يعني. لا طبعا دي مش هتيجي غير زي ما هيحصل في زد ان شاء الله، يعني برضو دعم وفكر، ما هو كان ممكن يشيلوا نادي في الدوري الممتاز، لكن هو الفكر يختلف تماما، هو الفكر يقول لك انا هستنى لغايه لما اولاد النادي اللي انا شغال عليهم هم اللي هيمثلوا النادي في الدوري الممتاز. بلان انت حاطين لونج تايم بلان، ايوه يعني بالظبط يعني. فهو طبعا الدعم موجود، ويا سلام يبقى دعم وجماهير، يا تبقى حاجه جميله. لا صحيح، يعني المنظومه دي بتربط، بتحتاج طبعا وقت شويه، لكن حضرتك مع ده يعني طبعًا. مع ان هو وانا معاك تماما، يعني مش ضد الانديه الشعبيه، بالعكس الانديه الشعبيه ليها طابع خاص، ودايما هي الانديه اللي بتدي مذاق للدوري المصري، لكن كمان تخش، وده يعني اتكلمنا فيه قبل كده، ان تخش بقى في مصاف البروفيشنال والانديه المحترفه، ان يكون عندها الموارد اللي تساعدها انها تقف على رجليها. شفنا تجربه الاسماعيلي السنه دي على سبيل المثال، يعني نقص الموارد ونقص الفلوس في الأندية الشعبية الكبيرة بتأثر على مستواها، يعني ده حقيقة، ده حقيقة. يعني في أول الحوار قلت لك إيه، الإسماعيلي عانى، المصري عانى كتير جدا طبعا طبعا، الاتحاد صرف بأمانة، الاتحاد صرف، لا تبص اللعيبة اللي جت وتعاقدت معاها الاتحاد لعيبة كويسة ده حقيقي، مع الدعم الجماهيري عملوا فرقة كويسة، لكن هناك اسباب بعيده عن فنيات كره القدم هي اللي ادت الى الدروب اللي حصل. بس يعني اتكلم لا لا اكمل الجزء ده عشان ادخل في حاجه تانية خالص. لا انا كنت بس باكد كلامه، لان لو نادي الاتحاد استمر بنفس المستوى خلال مثلا ال 10 ماتشات اللي فاتوا، اعتقد كان ممكن يبقى في الاربعه الاوائل اكيد. ده حقيقه، ده حقيقه. الصفقة الخاصة بانتقال طاهر محمد وحضرتك يمكن كان ليك دور في تدريبه في المقاولين، خلاص يعني مضى للأهلي، انضم لصفوف الأهلي خلاص، بتشوف الصفقة دي ازاي؟ بتشوف تأثير طاهر محمد طاهر مع فريق النادي الأهلي في المرحلة القادمة كابتن علاء ازاي؟ انا ما شفتوش لسه، بس متوقع بتشوف بتشوف ده بشوف طاهر وهو لابس التيشيرت الاحمر وبيلعب مع النادي الاهلي وبقارنه وهو لابس التيشيرت الاصفر دي طبعا ايه، وانت كده نايمه كده تقعدي كده تفكري تمام لا كل لك امال لا طاهر في تقدير الشخصي اللي هيبقى دور ليه دور ايجابي كبير مع فريق النادي الاهلي، هيكون ليه دور ايجابي بستايل لعبه، بطريقه لعبه، بسنه، بالتوليفه اللي موجوده جوه الملعب هتساعده يعني شخصيته يعني كمان، احنا بنتكلم على نص ملعب النادي الاهلي، لا يساعد اي حد حقيقي تمام، مش ما بيتكلمش من فراغ، لما بلاقي مثلا لاعب في الجنب الشمال، لما يلاقي علي معلول وهو علي معلول في الجنب الشمال هتبقى جابها من اخطر الجبهات اللي موجوده تمام. ففي حاجات كده بتخليك تقولي لا الصفقة مميزة، الصفقة مميزة فعلا، وكمان حتة ان هو منتخب اولمبي
اعتقد النهارده اتفقوا على ان هو يبقى منتخب اول مع مصطفى محمد. هو كان في اتفاق مع كابتن شوقي غريب ان هو في الاول كان منضم للمنتخب الأولمبي هو ومصطفى محمد واعتقد كمان بعض اللعيبه يعني، لكن ما اعرفش الاتفاق النهائي هينضم ايا كان على مستوى الاولمبي او على مستوى الفريق الاول. ده بتدي له خبره انك تلعب باسم منتخب مصر، فبتقل من منتخب اولمبي او منتخب اول وداخل مرحله جديده. في مؤشرات كده يعني ايه بتقول مبتسم قوي مبتسم قوي، بس يعني حاسه ده انحياز يعني واضح لطاهر عشان كونك دربته يعني. لا كونك دربته يعني مش اي تحيز يعني مش اي تحيز. بتكلم انا على فكره اكتر اي برنامج بروحه بتكلم على موضوع طاهر. انا واثق ان شاء الله، وان شاء الله ربنا يكرمه ويوفقه لان انا عارف امكانياته. انا عارف امكانياته وبشوف، مش هقولك من فراغ، ما انا بشوف برضو اللي موجود وبيلعب في النادي طبعًا الاهلي طبعا. لا طاهر يخش ويزاحم ويلعب. امكانيات فنيه وبدنيه تساعده على كده طبعًا. وانا كمان طبعًا. شخصيته كمان يا كابتن طبعا شخصيته هو عنده شخصيه جميله. وكان لما كنت بيقعد معايا، لا ما بتكلمش مع واحد اسف لفظ هايف، لا واحد دي شخصيه قاعد الشخصيه وبتكلم، اقعد اتكلم معاه وبيسمع وبتكلم لغه كويسه، يحط وشه في الارض يعني في مؤشرات كده حلوه. وانت كمان يا كابتن علاء، انا افتكر انت من الناس اللي بتحب كمان تدي الولاد صغيرين تجربه كانت ناجحه جدا مع المقاولين كمدير فني، وانا افتكر وكنت بكلم حضرتك ساعتها وانت كنت عامل شكل واداء والولاد الصغيرين طالعين عاملين شكل رائع، وكان يعني من ضمنهم لعيبه دلوقتي اسماء كبيره زي مجلي ويعني يعني ف هاخد من ديت جزئيه بالنسبه سريعا ملف الناس اللي بره او ملف المعارين من النادي الاهلي. شايف مين فرقه انت عندك فرقه بره؟ ايوه مين بقى يرجع دلوقتي؟ ما دي مشكله، ما انت عندك فرقه بره هترجع مين ولا مين؟ يعني اختار لنا اسمين ثلاثه انت عندك فرقه كامله بره كلهم صغيرين في السن، انت عايز تنقي بقى. ايوه بالظبط، انا كامل الغربال كده ده اللي هينزل لك. لا عندك فرقه كامله بره. شايف مين يكون موجود في النادي الاهلي السنه الجايه؟ عمار حمدي لازم يبقى موجود. عمار هنقول طاهر ما كانش معار لكن صغير في سنهم، طاهر موجود. ناصر ماهر طبعا تمام. احمد ياسر ريان راجل بتدور على راجل هداف، راجل هداف. لا عندك انت عندك. بص يا كابتن هاني خلينا نبقى صراحه، انت عايز الحته القداميه دي. انت عايز الجزء الامامي؟ الجزء الامامي ده الاطراف تقصد ولا النص؟ لا الثلث الهجومي. الثلث الهجومي عايز فيه لعيب راس الحربه وتحتيه ثلاثه. عايز الدعم شويه. نص الملعب هات واحد معاهم، لازم تبقى عارف انت عايز ايه. ما تجيبش كده عمال على بطال، تشوف انت محتاج ايه. تجيب كده سبوره كده، هنا في فلان ومحتاج حد مع محمد هاني مثلا، بيك اب لمحمد هاني. لو احمد فتحي ماشي متهيألي ممكن لازم انت لازم طب انت تفضل ولد من تحت يعني. العربي بدري كان لعب شويه باك يمين، ممكن عربي بدري يتوظف في الحته يبقى عندك اثنين ولا لا؟ هاني عايز واحد تقيل اتقل منه شويه يعني، عايز واحد تقيل معاه عشان يشدوا بعض يعني. ايوه مبقاش في جاب كبير يشدوا بعض. ايوه تمام. لكن اعتقد ان النادي الاهلي انا قلتها قبل كده، في خلال سنتين ثلاثه هيبقى عنده اصغر متوسط اعمار في مصر من الاعارات اللي موجوده بره. هيجيب له اثنين ثلاثه من بره ويقعد يلعب بيهم خمس ست سنين ما فكرش في حاجه خالص. افتكر ان ده ملف مهم جدا هيتفتح في الفتره اللي جايه بعد طبعا النهائي ان شاء الله بعد الفاينل، وملف مهم جدا حتى يمكن عوده محمد شريف كنا اتكلمنا برده في حلقات كثيره جدا عن محمد شريف واسماء كثيره جدا زي ما حضرتك قلت. نص الملعب انك انت عندك غنى في نص الملعب. طيب. احنا بنشكر حضرتك جدا. لسه بيقولوا لي تايم دلوقتي على حظنا. انا بشكرك جدا يا كابتن علاء، شرفتنا جدا النهارده. الله يخليك يا ست وبيتك يعني. شكرا شرفتنا يا كابتن، ودايما منورنا في البيت الكبير يعني. الله يخليك، نورتنا وشرفتنا. دي كانت اتفضل. لا دي كانت حلقه البيت الكبير عندك انت. لا دي كانت حلقه البيت الكبير. ان شاء الله ميعادنا بكره من 10 ل 1. تصبحوا على خير.